السلام عليكم ورحمة الله. إيه الأخبار؟ معاكم محمد أسامة على قناة الإسكولة. هنكمل بقى مع بعض آخر بارت أو بارت 3 في يونت 1. طيب البارتس اللي فاتت كنا بنتكلم فيه على البريزنت سيمبل واتكلمنا في اليوسج بتاعه وقلنا ساعتها فاكت وهابت و إكسلنت فيكسد تايم، وكمان خدنا الريدنج بتاع ليسن 3-4. وما تنساش تحل الإكسرسايزز تاني حتى لو أنت حليتهم قبل كده معايا. طب البارت بتاع النهارده، البارت بتاع النهارده بيتكلم على الريدنج بتاع 6 ريدنج 7 واكسرسايزز عليهم كلهم. افكرك كده على السريع في البريزنت سيمبل، قلنا الفورم بتاعه مع هي شو ات، الفيرب لازم يكون ها اخره اس اس او اي اس، لكن مع اي يو دي الفيرب لازم يكون اكسلنت. برافو عليك، يبقى لازم يكون انفينيت. وساعتها النيجاتيف قلنا ساعتها بناخد دون لايك ودازنت لايك. تعال نطبق الكلام ده كله في درس الريدنج مع بعض، وكمان مع الموست امبورتنت فوكابولري. تعالى بقى ناخد اخر اهم كلمات موجوده في يونت 1. طيب برضو بناكد على بعض ان الكلمات اللي موجوده برضو لازم حضرتك تحفظ كله. بن فريند، بن فريند معناها صديق مراسله. اوعى تقول لي الم صديقي، غلط طبعا. اوعى وحش. سيتي، بيوتيفول، ناتشرال، ناتشرال، ناتشرال. الكلمتين دول على بعض مهمين قوي. ناتشرال ريسيرفرز، ناتشرال ريسيرفرز محميه طبيعيه. نير باي، نير باي. فلات، downstairs، downstairs. عكسها بالمناسبة upstairs اللي هو الدور الأعلى أو الدور العلوي. shopping، خلي بالك shopping يجي معاها go. طب إمتى يجي معاها do؟ اكتب ورايا يا باشا. لو جي وراها do the shopping، يبقى لو جي وراها do the shopping أو جي وراها ده، يبقى في الحالة ديت لازم أقولها do. ما عنديش ده، يبقى في الحالة ديت لازم أقولها go shopping. share، computer games، practice. خلي بالك ديت verb، عشان في منها ولاد بيسألونا كتير عليها بتبقى آخرها C. في الحالة ديت بتبقى noun. basin اللي هو الحوض، carpet، bedroom، lamp، lamp اللي هو المصباح. هو هتقلبها لي كده، لو هي اتقلبت كده يعني لو حضرتك كتبتها لي كده وهتجينا في التشوز بعد شوية هتبقى lamp. be silent دوت اللي هو الحمل، ابن الخروف. bookshelf، bookshelf اللي هو الرف بتاع الكتب. curtains، armchair، armchair. prison، prison. German، email. خلي بالك كلمة break لازم يجي قبليها at. وكمان قلنا في بارت من اللي فات قلنا كلمة weekend برضو يجي معاها at. description، وقلنا المرة اللي فاتت ان job يجي معاها do. حاجات ديت مهمة قوي. تعال نشوف الريدنج بتاعنا. find a pen friend دوت lesson 6. هانت اهو يا رجالة ما تقلقوش. find a pen friend، عايزين نلاقي صديق مراسلة. تعال نشوف. It's very nice to meet you. الجملة ديت اصلا حلوة قوي من الجمل اللي بتتكتب لما بتقابل حد لاول مرة. ممكن تقول له It's very nice to meet you من اللطف او من السعادة او من الكويس يعني ان انا اشوفك. I'm from الفيوم، انا من الفيوم. It's a large city، مدينة كبيرة. With beautiful nature reserves، لازم تحفظ لي الكلمة ديت، محميات طبيعية، يبقى او محمية طبيعية. nearby. I live with my parents، عايش مع الحج والحجة. and my brother in a flat، قاعدين في شقة. my grandparents live in a flat downstairs، وجدي وجدتي قاعدين في الدور اللي تحتينا على طول. طيب on Saturdays، سيركل يا ريس، سيركل عندك بعد إذنك. on Saturdays اكتب عندك في الكشكول هنا بسرعة. أيام الأسبوع مالها يا مستر تاخد on. مستر محمد حضرتك مهتم شوية بحروف الجر؟ لا، المنهج هو بتاعك بيعتمد على الكلمات وحروف الجر بطريقة مهمة جدا، فاحنا لازم نأكد عليها جدا. On Saturdays في أيام الأسبوع I usually get up، أنا دايما بستيقظ. أدي I يبقى الفيرب infinitive على طول. Early and help my grandmother with her shopping، بساعدها في التسوق. Then I read or do my homework، كمان بقرأ أو بعمل الواجب. Do homework. In the afternoons، in the afternoons، خلاص انا بسركل اهو ومش بعلق بقى، خلاص احنا عرفنا القاعده. I visit my friends، يبقى هنا بزور اصدقائي. or play computer games، او بلعب العاب الكمبيوتر. with my brother، مع اخويا. my favorite subject are math and english، المواد المفضله بالنسبه لي الماث والانجليش. I'm looking for، I'm looking for. اليونت اللي جاي هناخد عيله لوك كلها فما تقلقش، بس احفظ لي دلوقتي ان look for ديت معناها يبحث عن.
ايه عيلة لوك ديت؟ عندنا لوك اب ولوك فور ولوك ات ولوك فورورد تو ولوك افتر. هناخدها في اليونت اللي جاي عشان ما اسحملكش دماغك دلوقتي. I'm looking for a pen friend. انا ببحث عن صديق. Because I want to practice my English. خلي بالك ديت verb علشان عايز اتمرن على الانجليزي بتاعي. طيب عندنا كمان reading في lesson unit 7. lesson 7 sorry. Thanks for being. خلي بالك عندك هنا for يبقى بتحط على طول ing. Thanks for being my pen friend. شكرا على كونك صديق المراسلة بتاعي. I am from England. أنا من إنجلترا. I get up. أنا بستيقظ at about 7:30. أقول لك حاجة على السريع وكده كده هناخدها اليونت اللي جاي. أنت عندك ديت وقت صح؟ لما يكون يا شباب عندنا وقت أو ساعة في الحالة ديت لازم ناخد at about 7:30. And then my mom اللي هي مين؟ she breakfast. هي اللي بتعمل فطار for the family للعائلة. I walk. أنا بتمشى to school with my brother. Our school finishes. خلي بالك فاكر دوت كان دوت إيه يا مستر؟ ده كان time table. أيوة excellent. استخدام من استخدامات ال present simple. Our school. عشان كده رجالة أنا ببدأ بالجرامر الأول عشان نطبق كل حاجة وإحنا ماشيين. Our school finishes at 3 o'clock. بتخلص الساعة 3. After school. بعد المدرسة. We sometimes do sports. بنتمرن رياضة. يبقى خلي بالك برضو do وقلناها على فكرة part 2. Do sports. بيتمرن. Or play music. أو بيلعب مزيكا. I don't watch TV. أنا مش بتفرج على التلفزيون. When I get home. وخلي بالك مفيش حرف جر. مش بتفرج لما بوصل البيت. I always do my homework. زينا بالظبط يا عيني اول ما بروح نعمل واجب على طول مش كده ولا ايه؟ First tell me about your typical day. قول لي على اليوم النموذجي بتاعك in Germany. يبقى اللي كان بيتكلم دوت واحد اسمه دان. تعالى بقى نشوف دان دوت رد عليه او الراجل دوت رد عليه قال له ايه. Hi Dan. اهلا يا دان. Thanks for your email. شكرا الايميل بتاعك in German. دان ده بقى هيحكي او الشخص دوت يعني هيحكي هو بيعمل ايه في المانيا. School starts. ايوه كده الناس اللي صحيت معايا تايم تيبل. تايم تيبل يعني جدول مواعيد. ممكن نقول fixed time وقت ثابت. اكسلنت يا رجاله. وقت ثابت اللي هو fixed time. School starts very early in the morning. So I don't have breakfast. مش بفطر before school قبل المدرسة عشان بتبدأ بدري. There is مفرد اهو a breakfast break. في استراحة للفطار after the first lesson. يعني بياخدوا الحصة الأولى وبعدين ينزلوا يفطروا. How many lessons does your school have every day؟ أنا ليه هنا قلت does؟ قلت هنا does طبعا عشان school ديت اللي هي يا شباب اللي هي it extend good work. تعال بقى ناخد choose. هسيبك برضو تحل في الأول فكر كده في الإجابات وحل برضو هحل معاك أول واحدة محبة مني لي. We have a beautiful. خلي بالك بقى هنا on the floor. خلي بالك يا شباب عشان في ولاد بس بتتلخبط شوية ما بين الكلمتين دول. أنت عندك كلمة carpet اللي هي السجادة وعندك كلمة curtain اللي هي الستاير. طب إيه الفرق؟ ما أنا عارف إن دي سجادة وديت ستارة. دي يا وحش بتبقى على الفلور على الأرض لكن دي بتبقى حضرتك على الويندو. معلش انا اسف على الشباك. يبقى قال لك هنا on the floor على الارض يبقى على طول اللي هي الكاربت. الفيوم has many نقط reserves. خلاص انا عندي محميه يبقى انا بدور على كلمه طبيعيه. محميه طبيعيه nature reserves. My little sister always looks at the نقط to see herself. دايما بتبص على ايه علشان تشوف نفسها. تعالى نستبعد بتبص على السجاده حلوه دي والله. كورتن مستحيل. drawer ده اللي هو الدرج تفتكروا؟ لا طبعا بتبص على المرايات. students should not English every day to be perfect. لازم يعملوا ايه؟ طبعا practice يتمرنوا او يتدربوا. I have not in my bedroom to put all my books on. حاجة كده بحط عليها الكتب بتاعتي طبعا اللي هو البوك شيلف اللي هو الرف. I'd like to sit
خلي بالك بقى البروبوزيشن اهو عشان تعرف انا ليه كنت دايما مصمم ان انا اشتغل على حروف الجر. انت عندك هنا بروبوزيشن، تعال نشوف، مفيش هنا بعديها حرف جر، هنا لازم يجي بعديها بروبوزيشن اوف، ما يجيش بعديها بروبوزيشن، يجي بعديها بروبوزيشن تو، يبقى دي الاجابه بتاعتك اللي هي هتبقى نيكست. وخلي بالك ما اسمهاش نيكست، اسمها نيكست تو. خلاص كده؟ طيب عندنا تاني ريدنج تاني في يونت، في نفس اليونت برضه ليسن 7. ليسن 7 للاسف عندي حاجتين فيه. I love my bedroom، بحب الاوضه بتاعتي. I have a big white wardrobe in the corner، عندي كده دولاب كده صغير في الكورنر في الزاويه. Next to it جنبه mirror، مرايه. I look at، اهي look at ينظر الى، واخدنا من شويه look for يبحث عن. At my shirt in the mirror، ببص على نفسي في المرايه. I also have a small book shelf، عندي كده رف. Where I put my books، بحط فيه الكتب بتاعتي. Next to this جنبه there is a big window، جنبه شباك. I have blue، اهي جت اهي شباك، يبقى عندي curtain على طول اللي هي ستائر. On this يبقى بحط عليه ستائر زرقاء. I close them at night، خلي بالك night يجي معاها at، يا باشا at night. I also have a red lamp، lamp next to my bed، يبقى عندي كمان لمبه لونها احمر next to my bed. I use it to read before I go to sleep، بستخدمها عشان اقرا قبل ما اروح للنوم. Also in my bedroom، كمان في الاوضه بتاعتي، there is a gray armchair، في armchair كرسي كده بذراعين، يبقى دوت كرسي بس اي كرسي، الكرسي ده بذراعين. I sit and read my books sometimes، بقعد واقرا الكتب بتاعتي احيانا. There is also، خلي بالك الله يبارك لك في النطق، cupboard مش كبورد، لا cupboard. There is also cupboard I put my t-shirt, socks and other clothes in this. Finally there is a big carpet on. Carpet يبقى عندي كلمة floor اللي هي السجادة، يبقى دايما عندي حاجة بحطها على الأرض. آخر حاجة في يونت 1 حطيت لك الخط هون المرة دي. Have you got another cake؟ خلي بالك أنت المفروض إن أنت حافظ من أولى إعدادي إن هي على بعضها اسمها have got. علي don't، هو علي ده اللي هو هي ياخد don't؟ لا يا راجل مفيش الكلام ده، طبعا تبقى doesn't. How not you spend your free time؟ How have؟ لا طبعا تبقى ها. How do you spend your free time؟ ازاي بتقضي؟ يبقى spend ديت معناها شباب يقضي. I always arrive at school late، لازم تكمل الجملة للآخر. أنا هنا بقول لك أنا دايما بوصل المدرسة متأخر، لذلك my teachers like me very much. يا راجل يعني أنت بتوصل المدرسة وبيتأخروا؟ لا طبعا. أو بيحبوك؟ لا طبعا. يبقى I never، لازم أكمل الجملة للآخر. A lot of people جمعه speaks، لا طبعا، المستر قال لنا لما يكون عندي جمع يبقى الفيرب لازم يكون infinitive. What times؟ في حاجة اسمها what times؟ لا، يبقى what time. Excellent. عادل want to buy modern car، عادل دوت انا عارف ان هو هي، يبقى في الحالة ديت الفيرب لازم يكون في اخره s. ورجعنا لكم تاني يا رجاله علشان ننهي بقى اخيرا يونت 1. يونت 1 كان سهل ولذيذ، لكن لسه عندنا بقى اليونتس اللي جايه، هيبقى عندنا 2 رولز لكل يونت. طيب ما تنساش برضو لازم تراجع كلماتك كويس جدا جدا جدا، ودرس ريدنج اقراه تاني بس بعد ما تذاكر بريزنت سيمبل كويس. لو عندك اي كويستشن اكتب لي تحت الفيديو هرد عليك فورا ما تقلقش. وكمان خش هتلاقي كمان رابط بتاع موقع السكوله، هتلاقي زي ما قلنا كذا مره، قلنا الاختبار التفاعلي لازم تحله لان دوت هيبقى مهم جدا بالنسبه لك عشان تتدرب على شكل الامتحانات بعدين. وكمان هتلاقي الشتات، الشتات ديت هتلاقي مره بالاجابات ومره من غير، حل الاول طبعا اللي من غير اجابات وبعد كده صحح بالاجابات بتاعتك. اشوفكم الحلقه الجايه.